اسمعيني بس يا كريستين، افهميني، انا مش بتكلم عشان حمادة، انا اللي فارق معايا ماما نونة، اصلها عمرها ما تعرضت لموقف زي ده. اسمع كمال، حمادة مش بيبي، كل ما يقف مشكلة احنا لازم ندفع ثمن. حمادة راجل كبير ولازم ياخد مسؤولية على عمله، وماما نونة هي شي سبويلت حمادة، هي حلابها كده وهي كمان مسؤول. انا بقول يعني يا كريستين علشان خاطر ماما نونة نتصرف في المبلغ وبعد كده نبقى ناخده من حمادة ان شاء الله حتى يبيع المحل بتاعه. وبيت في لندن لسه ما دفناش اكساته زي يعني، ومصاريف كورسي علشان جوليا، انت كمان مش ياخد قرار لوحدك هنا. الو. ايوه يا كمال، ازيك يا حبيبي؟ قول لي، هو خليل ما قالكش حاجه؟ لا، اصل قال لي انه هيطمني وما اتصلش بيا. انا الحقيقه مش عارف اقول لك ايه يا ماما نونة، الحاج خليل بيعتذر لك قوي، كان نفسه يعمل حاجه بس اصلنا عندنا شغل كتير وعاوز كل مليم في الشركه، الراجل مكسوف قوي ده حتى مش قادر يكلمك بنفسه. معلش، تفرج من حتة تانية، ان شاء الله ربنا مش هيسيبنا ابدا. تصبح